السلام عليكم، معكم سالم. جينا نهضروا على لاعب المنتخب الوطني الجزائري ولاعب نادي ليون الفرنسي رشيد غزال، اللي راهو يتألق مع الفريق تاعو ليون، و ام يقولوا بلي او رايح يروح ما راح يغادر هذا الفريق. رشيد غزال اللي العقد تاعو راح يخلص في جوان المقبل، وجاوا عروض عديدة خاصة من الدوري الإنجليزي. أما يقولوا بلي جا عرض من نادي إيفرتون ونادي أرسنال، ونادي أرسنال هو الأقرب لضم نادي لضم لاعب رشيد غزال في الميركاتو الصيفي المقبل. رشيد غزال جميع الأنباء راهي توحي بلي راح يغادر نادي ليون الفرنسي، خاصة نادي ليون الفرنسي شراو لاعب مانشستر يونايتد ممفيس ديباي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات في هذا الميركاتو الشتوي، وعندهم تاني نبيل فقير اللي ولا من الإصابة. دونك ليون يقدروا يسرحوا رشيد غزال إذا ما تفاهموش، إذا ما كانش بيناتهم اتفاق على تمديد العقد رشيد غزال، أو راح يسرح في الميركاتو الشتوي الميركاتو الصيفي المقبل في جوان عند نهاية عقده، ولا يقدر مام يروح في هذا الميركاتو الشتوي باش قعد له 6 أشهر باش يخلص الكونترا ديالو. وهم يقولوا بلي نادي أرسنال هما الأقرب لضم لاعب رشيد غزال، اللي ما نساوش بلي عمره 24 سنة، وما نعرفه بلي نادي أرسنال لو يهتم بضم المواهب الشابة، وخاصة الكونترا تاعها راهي منتهية، ويقدروا تاني يخلصوا الصالة لو يطالب به رشيد غزال. دونك رشيد غزال راح ينتقل بصفة مؤكدة للدوري الإنجليزي، سواء أرسنال ولا فريق آخر، إيفرتون ولا تاني كاين تاني عم يقولوا ساوثهامبتون، وست هام، سوندرلون، هاد الأندية كاملة هي مهتمة بضم لاعب رشيد غزال، وبالك نشوفوه تاني يقدر ينتقل إلى إسبانيا في الميركاتو إن شاء الله الصيفي ولا في الأيام القادمة. نشوفوا اللاعب رشيد غزال إذا يغادر نادي ليون أو لا. دونك كان معكم سالم، ما تنساوش طابوني في لاشين يوتيوب تاعي، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله مرة أخرى. سلام عليكم.